هذا حالة سنوية لو طولوا في البلاد القبلية. ازيك عامل ايه؟ صح معاك تمام؟ الحمد لله والله كويس. انت عامل ايه؟ انت من فين؟ انا مواليد اسماعيلية. يعني انت اصلا مش اسماعيلية؟ انا اصلي من سيناء. انت من عربي؟ صراحة انا مش عارف من عربي، بس انا اعرفه سيدي كان عرباوي من عرب سيناء. يعني انت ما رحتش شمال سيناء خالص؟ يعني ده كان بيقولوا شمال سيناء حاجة حلوة خالص. لا والله ما رحتش.